تميزت حياتنا اليوم بالتكنولوجيات الحديثة، وأكيد أن هذه التكنولوجيات طالت أيضا الإبداع الفني في جميع اختصاصاته. اليوم الجامعة الافتراضية بتونس تدعو كل الطلبة المسجلين بالجامعة التونسية، لا سيما المسجلين بالمعاهد العليا للفنون، الموسيقى، التصميم، السمع البصري والملتيميديا أيضا وغيرها، للمشاركة في التظاهرة التي تنظمها تحت عنوان جاد 2022. جورني دار ديجيتال 2022 هي الدورة الأولى اللي ستتلوها دورة قادمة سنوية، وأكيد مش تكون حافز كبير للنهوض بهذا الفن الجديد. ننتظركم بالمئات للتسجيل عن بعد في هذه المسابقة، علما وأن هناك جوائز متعددة وهامة ومتنوعة ترصد لهذه المسابقة. إلى اللقاء.